محظرين بقى لإجراء التدخلات الجراحية يا دكتور، دايما التساؤل اللي بيبقى عند المواطن هو الناس دي بيتم اختيار المرضى على أساس ايه؟ يعني احنا بنعمل ايه علشان نقدر نتواصل؟ ده بيبقى أول تساؤل طبعا هيجي في ذهن السادة المشاهدين. طبعا زي ما حضرتك قلتي، طبعا يعني حته التفاعل مع المواطن او المواطن نفسه يبقى جزء من المنظومه، ده من الاسباب اللي ادت برضو لنجاح المنظومه، بالاضافه للسبب اللي قلناه من شويه اللي هو تضافر كل الجهود للمقدمين الرعايه الصحيه في مصر. المواطن المصري النهارده بقى من حقه ان هو يدخل على السيستم عن طريق يعمل ريجستريشن او يعمل تسجيل عن طريق يحجز التليفون برقم اللي هو ال 15300، ده رقم 15300. لا هو هيعمل ايه بقى؟ هو هيدخل هيكلم الرقم ده، هيرد عليه حد كول سنتر ايجنت، هياخد منه البيانات بتاعته، هياخد منه رقم القرار لو هو له قرار علاج على نفقه الدوله، او هياخد منه البيانات الخاصه بالتحويل التامين بتاعه لو هو مريض تامين صحي، ويبدا المريض ده يدخل على السيستم. لو ما عندوش الاثنين اللي ايه يا فندم؟ لو ما عندوش الاثنين يعمل ايه؟ طيب احنا برضو علشان يعني نقول ان احنا النهارده المنظومه دي علشان تنجح لازم تنجح بخطوات ثابته لقدام. احنا بدانا الاول بقرارات العلاج على نفقه الدوله، ثم بعد كده بدانا بالقرارات الخاصه بالتامين الصحي، وان شاء الله وبدانا بتسع تخصصات، ان شاء الله هنبدا بعد كده نشوف المرضى اللي هم ما عندهمش قرار علاج على نفقه الدوله. هو طبعا هو قرار علاج على نفقه الدوله هو للمريض الغير مؤمن، فيعني اي مريض ما عندوش وسيله لتامين صحي هو يقدر يدخل اي مستشفى حكومي يعمل قرار علاج على نفقه الدوله عن طريق كشف في اللجنه الثلاثيه، وبعد كده القرار ده هو بيستلمه. كانت المشكله في تنفيذ القرار ده. طيب المشكله ليه كانت موجوده زي ما حضرتك قلتي؟ المشكله كانت موجوده لسبب رئيسي، هو ان ما كانش فيه تسعيره عادله للخدمه الصحيه. يعني لو هو مثلا مريض جراحه قلب، كان المريض ممكن مثلا القرار بيطلع له ب 15000 جنيه، العمليه تتكلف 60000 جنيه. كان قدام المريض اختيار من اختيارين، الاختيار الاولاني يا اما ان هو ينتظر على قوائم الانتظار، او ان هو يعني يتحمل جزء من تقديم الخدمه، وطبعا ده مش متاح لكتير من المرضى. النهارده المريض بدا ياخد الخدمه دي بالسعر العادل بتاعها، يعني تم عمل لجنه لتسعير الخدمات خاصه بقانون التامين الصحي الاجتماعي الشامل، وتم اختبارها في منظومه قوائم الانتظار في التسع تخصصات اللي انا قلت لحضرتك عليهم. يعني احنا دلوقتي المرضى اللي متاح ليهم ان هم يستفيدوا من هذه المبادره اللي عنده تامين صحي واللي عنده قرار علاج على نفقه الدوله في تسع تخصصات فقط. تسع تخصصات زي ما قلت لحضرتك، هي دي البدايه. تسع تخصصات دول عندنا في القلب جراحه القلب، عندنا قسطره القلب، عندنا في جراحه الاورام، عندنا في جراحه المخ والاعصاب، عندنا في وجراحه العمود الفقري، عندنا في تغيير المفاصل، جراحات العيون سواء كانت خاصه بالكاتركت او يعني خاصه بالميه البيضاء او بالشبكيه او بالقرنيه. أوكي. وعندنا جراحات زراعه الاعضاء زي زراعه الكبد وزراعه الكلى وزراعه القوقعه. وبالتالي لو حضرتك بصيتي على التدخلات الجراحيه دي هتلاقي حضرتك ان معظم التدخلات الجراحيه دي حرجه، يعني المريض مش هيقدر يستنى عليها، زي ما قلت لحضرتك مثلا حاجه زي القلب مثلا ممكن المريض ما بين عشيه وضحاها زي ما بيقولوا يحصل ديتريريشن للحاله او يحصل تدهور في الحاله وممكن تؤدي للوفاه. وعشان كده كان زي ما قلت لحضرتك كان التوجه من سياده الرئيس او التوجيه من سياده الرئيس كان صريح جدا بالتحرك السريع لهؤلاء المرضى. احنا عندنا المرضى اللي كانوا مسجلين على قوائم الانتظار وقت بدايه المبادره اللي هم كان ليهم قرارات علاج على نفقه الدوله وكان ليهم تامين صحي، كان حوالي في مستشفيات وزاره الصحه ومستشفيات الجامعيه كنا بنتكلم في حوالي 17888 حاله. طبعا مع فتح التسجيل للمواطنين الحالات دي زادت، النهارده عندنا يعني العدد بيزيد يوم عن يوم، ولكن في نفس الوقت عندنا العدد ايضا اللي بيتم التدخل الجراحي ليه او اجراء التدخل الجراحي ليه بيزيد. النهارده احنا كان عندنا تارجت ان احنا في خلال 6 شهور نخلص 18000 حاله، احنا الحمد لله النهارده بعد بدايه المبادره اللي تم اطلاقها في 6/7 الماضي لحد النهارده احنا بنتكلم. طبعا احنا عبال ما بدانا بقى خلصنا غرفه العمليات وبدانا نعمل لجان شراء استراتيجي علشان نشتري المستلزمات دي، كانت كلها مشاكل بقى زي ما حضرتك قلتي ادت لتراكم قوائم الانتظار. خلصنا تسعير الخدمات بالشكل العادل وبدانا نتحرك في اتجاه المبادره، بنتكلم في حوالي شهر و10 ايام شغل او عمل فعل حقيقي خلصنا فيه النهارده حوالي 10900 وشويه حاجه. طب انا بس عندي تعليق على حكايه شراء المستلزمات وتجهيز الغرف، يعني برضو في نفس سياق حديثنا يا دكتور، الحاجات دي برضو بتبقى
هل بقى واجهتكم عقبات فيها؟ يعني هل كان في مشاكل سواء في الأسعار أو في التجهيز نفسه أو في الوقت، في التوقيت، إن الحاجة تيجي بسرعة أو تيجي في وقتها؟ طبعا سؤال حضرتك مهم جدا. طبعا كان من برضو يعني لو احنا عايزين نسرد مثلا اربع اهم مشاكل كانت بتواجه المنظومه، كان طبعا زي ما قلت لحضرتك التسعير العادل للخدمه، رقم اتنين توفير المستلزمات الطبيه والادويه البوست اوبرتيف، ورقم تلاته كان في التنسيق الاداري، رقم اربعه اللي هو التنسيق الاداري ما بين مقدمي الرعايه الصحيه وما بين المرضى، اللي هو شكل المنظومه التفاعلي اللي حصل دلوقتي، ان هو المريض بيعمل ريجستريشن وبيتم في غرفة اسمها غرفة التحكم موجودة في وزارة الصحة مخصصة لمنظومة قوائم الانتظار، بيتم تحويل المريض أو تسكين المريض على مستشفى بناء على قدرات المستشفى دي هتقدر تعمل التدخل الجراحي ده ولا لا، وبناء برضو على إعطاء الأولوية للمريض على حسب حالته لو كانت حرجة، وفي خلال 48 ساعة بالكتير جدا بيكون المريض ده بدأ ياخد الخدمة بتاعته. تمام. أنا بس مشكلة المستلزمات تحديدا زي ما حضرتك ذكرتي، على المستلزمات طبعا في مشكلة في المستلزمات، يعني طبعا احنا لازم نعترف بهذه المشكلة، ولكن احنا تحركنا ليها بشكل سريع جدا في بشكل اللي هو الشراء الموحد أو الشراء الاستراتيجي. الشراء الموحد لما بنشتري، لما وزارة الصحة بتشتري مستلزمات طبية بشكل يعني موحد أو بشكل كبير، يعني في طبعا داخل في منظومة الشراء الموحد الجامعات، وداخل دلوقتي النهاردة القطاع الخاص عايز يشتري مع وزارة الصحة، لما بنشتري حجم كبير جدا ده بيقلل من تكلفة الشراء، وبالتالي زي ما حضرتك قلتي الأسعار بنقدر نتحكم فيها بشكل أو بآخر. طبعا دلوقتي الحمد لله بقى في موارد مالية كويسة جدا في الوزارة نتيجة تدخل البنك المركزي وانضمامه للمبادرة ممثل في الخدمة أو السي اس ار أو المسؤولية المجتمعية. احنا عندنا طبعا في عضو في لجنة قوائم الانتظار هو مستشار رئيس البنك المركزي للخدمة المجتمعية مخصوصة في البنك المركزي للأمر ده، وبصراحة السيد محافظ البنك المركزي كان من أول المبادرين ل يعني التعاون في المبادرة. هو أنشأ حساب خاص بال يعني تم موافقة على إنشاء حساب خاص بالمبادرة، وتم يعني تمويل المبادرة بحوالي مليار جنيه. احنا النهاردة بنتكلم في ال 11000 تقريبا 11000 حالة احنا عملناهم تقريبا المبلغ من شهر 7 في شهر و10 ايام شهر و10 ايام تقريبا تمام. بنتكلم في حوالي 330 مليون جنيه، دول عبارة عن تكاليف العمليات اللي اتعملت والمستهلكات والمستلزمات الطبية اللي احنا استخدمناها في العمليات. طبعا زي ما قلت لحضرتك وجود حساب منفصل ووجود آلية آلية محاسبية أو آلية مالية محترمة مبنية على منظومة مميكنة، ده كل الكلام ده كله في النهاية بيصب في الآخر إن احنا كل الأمور واضحة بالنسبة لنا وما بقاش عندنا أي مشكلة في تقديم الخدمة. طيب أنا ليه بسأل بقى السؤال ده؟ لأن يا فندم ممكن حاجة من الحاجات الأربعة اللي حضرتك قلت عليها دي تضيع مجهود كل مجهود الناس اللي عمالة تشتغل، فعشان كده كنت دايما يعني حكايه تسهيل الاجراء لما يحصل حاجه زي كده اول حاجه حتى بتيجي في اذهان الناس وهي قاعده قال لك الاجراءات هتبوظ المبادره، الاجراءات ممكن تبوظ المشروع، اجراء واحد ولا ممكن موظف واحد يعطل حاجه يعني ضخمه او مبادره ضخمه او مشروع ضخم. احنا الحاجات اللي زي كده دكتور يعني نقدر نتعامل معاها ازاي في المنظومه الصحيه برضو بصفه حضرتك يعني من اعضاء هذه المنظومه بشكل عام، مش بس في المبادره دي، في حاجات كده برضو بتبقى بتعطل يعني او بتعطل مجهود ناس بتبقى فعلا عايزه تشتغل وفعلا عايزه تخدم المواطن، ازاي بنتعامل معاها؟ طيب حضرتك بتتكلمي طبعا يعني هندخل بقى اكتر بقى ايه يعني في التفاصيل اكتر تفاصيل يعني صفة سيادتك طبعا الرقابيه كمان طبعاً. يعني خلينا نقول يا فندم ان في حاجتين مهمين جدا، الشباك الواحد والميكنه. لو حضرتك بصينا على قوائم الانتظار هتلاقي حضرتك المريض بيتعامل من خلال التليفون او الريجستريشن اللي عمله على على الانترنت عن طريق الموقع الالكتروني smceg.gov، فبالتالي هو كل الاجراء اللي عمله ان هو اتكلم وعمل ريجستريشن. احنا كوزاره صحه او غرفه التحكم المسؤوله عن توزيع المرضى بتكلم المريض وبتوزعه وبتخلص كل اجراءاته. الاجراءات الماليه برضو بتتم عن طريق السيستم، بيحصل زي مطالبه او كليمنج للاجراء الطبي اللي تم عن طريق السيستم برضو في المنظومه المميكنه. وزاره الصحه بتطلع المطالبه وبيتم الاجراءات كلها بعيدا خالص عن المريض، وبالتالي المريض النهارده بقى كل اللي بيعمله ان هو بيعمل ريجستريشن وبياخد الخدمه، ولو وبيحصل مكالمه بعد كده
عشان نشوف الفيدباك بتاعه، هل انت فعلا مبسوط بالخدمه. ده فعلا ده بيتم دلوقتي، يعني المرضى اللي تم الاجراء ليهم الجراحي بيتم الاتصال بيهم مره تانية، بنعرف الفيدباك بتاعهم، هل انت مبسوط فعلا من الخدمه، هل في مشاكل واجهتك، هل حد قال لك ادفع فلوس. طبعا ده جزء رقابي علشان نتاكد ان الخدمه بتقدم بشكل مجاني للمرضى. فزي ما حضرتك قلتي، قصه ان المواطن يلف في دايره كبيره، يعدي على اكتر من موظف، وتدخل العامل البشري اكتر من الاوتوميشن او من الميكنه، ده سبب او ثغره للفساد الاداري او الفساد المالي. واعتقد ان ده تراكم عليه بقى حاجات كتيره جدا، وده هيتراكم بقى عليه بعد كده حاجات كتير. وبالتالي سبب برضو من نجاح المنظومه هو ان وجود المنظومه دي بشكل مميكن وشكل سهل جدا على المواطن ان هو يبدا يدخل ويسجل، وفي نفس الوقت كل العمليات الاداريه والماليه بتتم بمنأى تماما عن المواطن. المواطن ما بيشوفهاش خالص، هو بيشوف الخدمه وبيقول بس رايه في الخدمه. ولكن احنا كلجنه بتدير هذه المنظومه، او الساده الزملاء معانا في وزاره الصحه اللي بيديروا هذه المنظومه، بيبداوا يتاكدوا من سلامه الاجراءات. دورنا احنا بقى في المنظومه دي كجهه رقابيه في وزاره الصحه او مسؤوله عن الرقابه ومتابعه الاجراءات اللي بتتم، هو ان احنا بنتاكد ان المريض ده فعلا خد الخدمه بتاعته في الوقت المناسب، فعلا ما يتمش تاخير الخدمه بعد الميعاد اللي هو خده عن طريق الريجستريشن، وان المواطن ده ما دفعش اي فلوس خالص، وان الاجراءات كلها تمت بالشكل المميكن اللي مرسوم على طيب الورك. الناس اللي هتكون تحت مظله هذه المبادره مش هيدفعوا حاجه خالص يا دكتور؟ ما فيش مواطن مصري من ال 10,000 دول يعني دفع اي فلوس خالص، وده كان زي ما قلت لحضرتك كان توجيه من سياده الوزيره للقطاع الرقابه والمتابعه، ان هي تتابع ان فعلا المرضى خدوا الخدمه الطبيه بتاعتهم بشكل لائق. ده رقم واحد. رقم اتنين، بشكل مجاني تماما، ما دفعوش اي حاجه. طيب هرجع لسيادتك تاني، معايا تليفون محمد من القليوبيه. الو. ايوه يا فندم، اهلا بحضرتك. اهلا بيك، اتفضل.